السلام عليكم وأهلا بكم بدرس جديد من السيرة النبوية الشريفة وفد أهل المدينة يثرب. عرفنا في دروس السيرة الماضية أن الدعوة الإسلامية انتشر خبرها انتشارا واسعا في داخل مكة المكرمة وخارجها، فوصل خبر بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودين الإسلام إلى أهل يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة. وكان جماعة من أهل يثرب قد جاءوا إلى مكة في موسم الحج ليلتقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالتقوا به وسمعوا منه وآمنوا به ورجعوا إلى يثرب، فانتشر الإسلام هنا. وفي السنة التالية جاء وفد من الرجال والنساء وأعلنوا إسلامهم واستعدادهم لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمايته في المدينة المنورة إذا هاجر إليهم وأصحابه، وطلبوا إليه أن يبعث معهم شخصا يعلمهم القرآن والإسلام، فأرسل معهم مصعب بن عمير، ثم عادوا إلى المدينة وانتشر الإسلام انتشارا واسعا. الهجرة إلى المدينة المنورة. بعد أن توفي أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يدافع عنه ويحميه لأنه كان من زعماء قريش، فكر زعماء المشركين أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان وغيرهم في قتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم رأوا ازدياد عدد المسلمين يوما بعد يوم ودخول الناس في الإسلام، فجمعوا عددا من المجرمين لقتل النبي محمد في بيته، فأخبره جبرائيل بهذه المؤامرة، وأمره الله سبحانه أن يخرج من مكة ويهاجر إلى المدينة المنورة التي كان اسمها يثرب قبل أن يصل إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصلها سماها المسلمون المدينة المنورة، فقد أصبح له أنصار ومسلمون كثيرون في المدينة، وكانوا مستعدين لحماية دين الإسلام والدفاع عن النبي محمد ومن يأتي معه من أصحابه المسلمين. وفي تلك الليلة أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمه علي ابن أبي طالب عليه السلام، وكان شابا بطلا شجاعا، أن يؤدي الأمانات إلى أصحابها فيسلم قريش ما تركوه من أمانات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبيت في فراشه. فنام علي بن أبي طالب عليه السلام في فراشه مضحيا بنفسه ليتوهم المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نائم في فراشه، فكان أول من فدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. وخرج النبي محمد صلى الله عليه وآله من بيته ليلا ومعه صاحبه أبو بكر، وسارا مهاجرين إلى المدينة، فجاء المشركون لقتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجدوه، ووجدوا ابن عمه عليا عليه السلام فلم يستطيعوا قتله، ونجى الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي عليه السلام يفتدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما علم المشركون بخروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبعوه وراحوا يبحثون عنه، فاختفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أبو بكر في غار في جبل ثور قريبا من مكة، وبأمر من الله نسج العنكبوت بيته على باب الغار وبنت الحمامة عشا لها، فتوهم المشركون بعدم وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه في الغار، ما رأوا نسيج العنكبوت والحمامتين. وعندما ذهب المشركون سار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أياما عدة حتى وصلا إلى المدينة في 12 من ربيع الأول، واستقبله المسلمون بالأفراح والأناشيد، وكانت أنشودتهم هي: طال الفاتر وعلى لنا
من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أهل يثرب المدينة المنورة يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.